لا تخلو حلقتنا من الأجواء الفنية اللي أكيد بتعطي طابع جميل جدا، بتخلينا نستمتع بالصوت الحلو وبالجو الفن الرائع. اليوم فناننا أو ضيفنا لليوم بلش مشواره الفني أو بلش الغناء منذ نعومة أنامله، ولكن فعليا دخل مشواره الفني سنة 2010. قدم العديد من الأغاني السنجل المنفردة ولقت نجاح كبير، وطبعا هو بيتميز بصوته الجبلي الجميل وشخصيته القريبة من القلب وأيضا اختياراته الهادية والمميزة. أغنيته الأخيرة واللي أطلقها قبل فترة أغنية ينخيلة، وإحنا بدنا نقول لقعد تحتك ينخيلة ليلة من بعد ليلة، بس بنقول يوم جديد من بعده يوم جديد. الفنان أمير صلاح، أول شيء صباح الخير. صباح النور. بدنا إحنا والمشاهدين قبل ما نفوت معك بحوارنا وحديثنا حول العمل الجديد، رح نشوف إحنا وياك كليب ينخيلة، خلينا نستمتع فيه وبعدها بنبلش حديثنا. شو رأيك؟ يلا. في لنطر تحتك يا نخيلة، مش لك بس يعني نفس المبدأ، نطرت كثير تحت النخيلة ولا شو؟ والله لا الحمد لله. طيب مش كثير يعني. أغنية لنطر تحتك يا نخيلة هي أغنية قديمة، أعتقد هي من تراث قديم. هي بعد ما يعني تعرف الأغنية، بس هي فكرة الأغنية إجت من موضوع إنه إحنا بدنا نعيد توزيعها وتغيير شوي من كلماتها. هو غناها الأستاذ جورج وصوف، وهي أتوقع من التراث الدرزي أو من تراث بلاد الشام يعني. تغنت زمان، فاحنا حبينا هيك نعيد تغييرها بستايل جديد. يعني عادة قبل ما احكي مع من تعاونت بهذا العمل، عادة بنلاحظ انه اي فنان في بداية مشواره الفني لحتى يكون قريب من قلوب الجمهور بيختار اغنية محبوبة قديمة وبعيد توزيعها لحتى يفوت بقوة على قلوب الناس، عرفت؟ هل فعلا هذا الحكي صحيح؟ مزبوط. في يعني هاي الزاوية مرات بتكون موجودة. الموضوع انه في اغاني يعني بتحسي انت بعد مده معينه من الزمن حلو انها ترجع تنعاد. نعم. الناس بتحبها والناس حافظيتها. نعم. فبتسهلي انت وصولك كمان للناس، وبتوصلي كمان الاشي اللي بدك اياه عن طريق الاشي اللي هم اصلا حافظينه وبحبوه. جميل. يعني هذا جميل. كمان باب انك توصلي فيه للناس. حلو. وطبعا طيب يعني اراء الاصدقاء اللي نعم. بيساعدوني بالموضوع. نعم. طيب امير صلاح، نحكي عن اغنيه ينخيلة، ما من تم التعاون معها ان كان اعاده توزيعها او حتى الكليب اللي شفناه تم تصويره، خبرنا اكثر عنها. يعني ينخيلة بصراحه هي كانت فكره الاستاذ محمد بشناق. نعم. فكرته وتسجيله. طبعا اخراج صديقي المخرج المبدع، واكيد هلا بدي اصبح عليه لانه عم بيحضرنا، كان يحكيني. المخرج تامر عوده، تحية له طبعا، وتحية لكل الكادر اللي كان معي، والمصور صديقي كمان المصور وضاع علامات كمان. ويعني بدي اشكر اسماء يا رب ما انسى حدا، يعني فرقة بيانولا كمان بالمايسترو استاذ محمد خليل. نعم. كانت الفرقة معي، وفرقة حنون الاستعراضية. نعم. وكمان احمد الجمل. نعم. من الناس اللي كانوا منتجين للعمل معنا. حلو. فيعني اسماء كثير بدي اشكرهم، يعني كل من ساهم ودعم في هذا العمل يعني كلهم. اذا اغنيه ينخيلة هي اغنيه من يعني تراثيه قريبه للقلب. أه. مناسبه للمناسبات والحفلات والى اخره، بما انه احنا داخلين على موسم الحفلات. قبل ما نسمع منك هيك شويه صوت هلا، تميز بصوتك الجميل. تسلم. والجبلي. اللي حابين يحضروا الكليب يحضروا على قناه امير صلاح على اليوتيوب او على اليوتيوب بشكل عام او على الفيسبوك. شو بدك تسمعنا هلا امير؟ هيك خلينا نسمعكم شيء يعني قريب صباحي. صباحي. يلا نشوف شو الصباح. مع موال هيك شوي. يلا. قالوا تسل عن المحبوب، قلت بمن؟ قالوا تسل عن المحبوب، قلت بمن؟ كيف التسلي
وبالأحشاء نيران، إن التسلي حرام في مذاهبنا، فكيف يقبل بالغفران إيمان؟ فشارب الخمر، فشارب الخمر أصحو بعد سكرتي، وشارب الحب طول العمر سكران. يا لا لا يا لا لا، هذا النصيب انكتاب، أحب ناس غيرون يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون. فضحتني يا هوى تاليك شافت الراس، محد ضرب علتي والحين كل الناس واقف على بابكم والهاني ومسير، أسأل على اللي سأل محبوب الصغير. يسلم تمك ويعطيك الف عافيه امير. طيب احنا خلف الكواليس كنا عم نحكي عن هذا العمل، وبعدين فاجاتني انه في عمل جديد عم بيتم التجهيز له، وبدك تصرح اليوم تخبرنا عنه اكثر. خبرنا عنه العمل. طبعا برضه يعني بدي احكي لك انه نجاح الفنان دائما من البيئه اللي حواليه. نعم. بدي اشكر كمان صديقي وحبيبي الفنان الكبير سليمان عبود، هلا نعم. هو بالنمسا، نوجه له تحية كمان. الأغنية القادمة إن شاء الله كلماته وألحانه. نعم. وتوزيع الأستاذ فادي الفحماوي. نعم. وتسجيل الأستاذ أحمد أبو عريش. نعم. عنوان الأغنية بيحكي يا ويلو اللي بزعلها. يا ويلو اللي بزعلها. يا ويلو. إذا هتشوف النور قريبا. آخر شيء بدي أسألك يا أمير، كان لك مشاركات عديدة إن كان بمهرجان جرش، وكان لك مشاركات أيضا خليجية وخارج بأوروبا أيضا. خبرنا عنها هيك. أنا بالمهرجان من أهم المهرجانات اللي شاركت فيها واللي بحكي إنها وسام لأي فنان أردني أو غير أردني، مهرجان جرش لأهميته العظيمة. خلينا نحكي. والحمد لله شاركت فيه 3 مرات، وهاي السنة كمان إن شاء الله المفروض أكون فيه. وشاركت بمهرجان الربيع بسوق واقف بقطر، ومثلنا فيها الأردن 6 مرات كمان. جميل. الحمد لله. جميل. وكمان بأوروبا كان في لي جولة يعني الحمد لله للجالية العربية اللي هناك، وإن شاء الله على طول نضلنا رافعين اسم الأردن، لأنه الفنان هاي رسالته إنه يرفع اسم بلده. أكيد. إحنا بنتمنى لك كل التوفيق، ومن نجاح لنجاح، من ينخيلة لا يا ويلو اللي بزعله، نشوفها قريبا. وأكيد إن شاء الله ناطرين على نار لحتى نسمع الأغنية الجديدة. الفنان الرائع أمير صلاح، شكرا لوجودك معنا. أشكرك. صباح الخير. إذن مشاهدينا فقرتنا الفنية انتهت، ولكن لسه في جعبتنا أكيد فقرات موجودة بحلقتنا لليوم من يوم جديد. رح نكمل نحن وياكم ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.